السلام عليكم، يعطيكم الف عافية حبايبي. عندي لكم اليوم طبق ان شاء الله ينال على اعجابكم، صينية لحم طازة من مطبخ حلو. هتشوفون الان ابدا احط، بسم الله. هذا زيت زيتون، هنا بصل حبتين كبيرة، نقلبها لحد ما تصفى شوية. بس يصفى شوية نحط معه الفلفل الرومي ونقلبه. نغطي شوية لحد ما يبدا يحمى شوية، ارجع اشوفه. طبعا لازم نتابعه عشان لا يتحرق. هنا خلاص استوى البصل زي ما انتم شايفين كذا حبايبي. ابدا الحين احط الثوم، اقلب شوية الثوم لحد ما تبدا تطلع ريحة الثوم، وابدا اضيف اللحم المقطع. وبدأت الآن ريحة الثوم يا حبايبي تطلع. أبدأ يلا بسم الله، أبدأ أحط اللحم المقطع. أقلبه شوية حبايبي لحد ما تبدأ تطلع الموية منه، وأبدأ أحط الطماطم المطحونة أو اللي طحنتها. ممكن تحطوا طماطم مطحونة، ممكن تحطوا علبة طماطم، ما يمنع. وبعد كذا أغطي عليه. طبعا حبايبي قبل ما أقفله حطيت بهارات حلوم وملح حسب الرغبة وفلفل أيضا حسب الرغبة، وقفلت عليه زي ما زي ما انت شايفين. فكينا على الصمار 20 دقيقة، كان درجة الحرارة مرة مرتفعة، بعدين 10 دقائق خليناه منخفضة. وهذا هو اللي حكملكم، حنحط دبس الرمان تقريبا ملعقتين. نبدأ نحضره. هذا هو هنا، بسم الله، نزينه بالكزبرة بهالطريقة. هنا نحط ليمون، هنا حطينا ليمون، ما يمنع. شوية دبس الرمان، هذا هو جاهز. عليكم بالعافية حبايبي. حبايبي المكونات والطريقة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ودمتم سالمين من مطبخ حلوم، وفي أمان الله.